وتحية طبعا للمنصة المحترمة وعلى رأسهم الدكتور معتز، ونتمنى لكم إن شاء الله يعني بركة سعيدة إن شاء الله ورب العالمين. بهية ملهاش دواء ولا طبيب، قالوا
قلبي نايم ويا ماله اللي في هواه يا عيني ماله قالوا قلبي نايم ويا ما يا ماله اللي في هواه يا عيني ماله وظلموا البنايا يا عين وكل الحكاية كل الرواية عيون بنية. انا بعبر عليا يا عديد كحد مطري لا ده شرف لينا ربنا يخليك. طيب نسمعكم حاجه ثانيه كمان للاستاذ محمد رشدي. زلزال كده انتوا من ايه تمام يا ليله ما كان لالي ودق علي الباب بس انت انا زي العالم وانت بك يا كذاب بس انت انا زي العالم وانت بكذاب اهدى يا حبيبي بيقول يا حبيبي اهدى يا حبيبي بيقول يا حبيبي يوم طفي لاقي بيفتح دورني الغياب دورني الغياب قلت له تعالى مش لازمة الهوالة ولا هوصف لك حالة ولا اقول لك اهيانة قلت له تعالى مش لازمة الهوالة ولا هوصف لك حالة ولا اقول لك اهيانة يا ملي لياسي نساني التماسي ويقول لك كن ناسي ده حبيبك وصاني يا ملي لياسي نساني التماسي ويقول لك كن ناسي ده حبيبك وصاني اداري حبيبي بيقول يا حبيبي اداري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مطفي لاني بيفتح دوبني الغياب دوبني الغياب دق الباب وجاني ابو عيون اغاني نساني كل حاجه علمنا حبه تاني دق الباب وجاني ابو عيون اغاني نساني كل حاجه علمنا حبه تاني عجايب عجايب رجعت يا اللي غايب رجعت كل حاجه والكل يشيل سباين عجايب عجايب رجعت يا اللي غايب رجعت كل حاجه والكل يشيل سباين اداري حبيبي بيقول يا حبيبي اداري حبيبي بيقول يا حبيبي يوم طفي لهيب يفتح دوبني الغياب دوبني الغياب. أشكر الفنان المبدع الأستاذ محمد العرب والآن سيادة اللواء هيسلموا الميدالية الذهبية للشبكة تقديرا لفن وإبداعه. ربنا يخليك شكرا لحضرتك. محمد هيثم موجود؟